هذه الكرة الأولى في المباراة، لكن تدخل الدفاع، دفاع اتحاد طنجة بإمكانية من الطرف الأيمن وبعد تلعود أمام الرجاء، هذه كرة لاتحاد طنجة من الطرف الأيسر يوسف أنور يسدد الكرة بإمكانية من الطرف الأيمن للاتحاد الذي يضغط مع انطلاق هذه المباراة، يلعب كرة قدم تتناسب مع فكر عبد الواحد بن قسام، شد كرة في القائمة الثانية يوسف أنور، خطأ 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 مكلف طنجاوي هذه، وتدخل أحمد رضا تكناوتي، أحمد رضا يتدخل لإبعاد الخطر، واحدة من أبرز فرص المباراة هذه، كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول في المنتخب أخطاء مماثلة، شد كرة طنجاوية، أحمد بن بطوطة في منطقة الجزاء، وأحمد رضا يتدخل، مونديالين ولادة قلتم لكن بعد الهجمة، شد كرة، شد كرة لهريش لهريش لهريش، المبدع لهريش لهريش مشى لهريش، كرة طاهرة، اتحاد طنجة قد يندب كثيرا على تضييع لفرص مماثلة، اتحاد طنجة كان في موقف مريح لتسجيل هدف أول في هذه المباراة، مارتين الاتحاد غاب عنه الحسم، الاتحاد ما كانش حاسم في المباريات الماضية، ما كانش ضربة زاوية، كان ضربة مرمى لصالح وداد الرياضي، يغيب زوران مانويلوفيتش، زوران مانويلوفيتش يدمر مجموعة أسبوعيا، يغيب عنه 5 أو 6 لاعبين التزامات، وهذه كرة من بديع لكن من الطرف الأيسر هذه المرة، نايري نايري مشى بكورتو في منطقة الجزاء بإمكانية زهير مترشي، لكن كرة مبعدة ممتازة جدا، أيوب الكعب يتمرد على كل الحقائق والوقائع ويسجل الهدف الأول في مباراة اليوم، أيوب الكعب يعاقب اتحاد طنجة على تضييع لفرص كالتي تابعناها، الوداد يتقدم في النتيجة 1-0، 1-0 أيوب الكعبي في حدود الدقيقة 12 من المباراة، سعادة وأي سعادة لمناصري الوداد بهذا الهدف، هذه إعادة لكرة الوداد، مشات الناهيري، كرة تعود لحارس الاتحاد هشام الماجد، الضغط العالي، مبعدة تتحول من جديد لاتحاد طنجة، استخلاص الكرة، مشات من الطرف الأيمن، ممتاز الكرة والهدف ضاع للوداد، كان بالامكان اننا نشوف هدف ثاني للوداد، جبران انتشر هدف مونديالي كاس العالم لكرة القدم داخل القاعة، كرة من زهير، زهير زهير يسدد كرة وتدخل الحارس، لاعب يبحث على ان ينتفض في هذه المواجهة، كرة لاتحاد طنجة في منطقة الجزاء، كانت هذه الامكانية، يحيى جبران مونديال كاس العالم لكرة القدم داخل القاعة في تايلاند، أول مشاركة مغربية ومسجل أول هدف في تاريخ المغرب على مدار سنوات متعددة، وراس الحربة يبحث عنه في منطقة الجزاء، لكن مبعد في النهاية، الكرة الماضية أو هذا العديد من عظماء الكرة، مشات كرة من جهة اليسرى للوداد الرياضي، لكن التغطية من هشام المجد لممارسة ضغط رهيب، خلاه الكرة ما كاينش تسلل تماما، بديع بديع على بديع على ميتيغاز ميتيغاز ميتيغاز، يبدا اخيرا لتضيع الفرصه للوداد، تتحول طنجاوية بالمرة، طنجاوية بالمرة في منطقة الجزاء، زكريا لهريش لهريش، والكرة ترسم في بديع، كرة ممتازة جدا، يبحث ويعتمد على كرة ممتازة جدا على
الاهداف على مهارة كرة ودادية. يوم الكعبي بديع بديع التوغل في منطقة الجزاء بديع بديع يا بديع. طنجة كرة طنجوية والانطلاقة طنجوية وطنجة تبحث عن هدف أول في المباراة. كرة من الطرف الايمن كره طنجويه نور جيد جيد لزكريا زكريا في منطقه الجزاء كان مغطاه التي تشرف عليه وزاره الشباب والرياضه. هذه كره ودانيه الانطلاقه ودانيه في منطقه الجزاء بامكانيه فرصه هدف. انتظر واستخلص الكره بشكل ممتاز جدا. العاب في القائم الثاني المتابعه من زوير المترجي يلعب بشكل يوسف انور لطار سعيد السعيد في هذه المباراة بديعة وعنده قدرة كبيرة على نقل الخطورة لدفاع اتحاد طنجة. هنا مانولوفيتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة كرة للاتحاد بالراس في الحالة يسحب بدل تكناوتي. كرة ودادية الانطلاقة ما كاينش تسلل في الكرة الماضية من كرة ودادية ودادية هي وتدخل الدفاع ميشيل باباتوندي. كرة في غياب تسلل إمكانية الثالثة يومو هدف في عالية هدف في منتهى الدقة في منتهى الروعة والجمال. اليوم الكعبي مجموعة بديعة والبديع كان بديعا البديع كان بديعا في هذه المباراة يصنع الهدف الثالث 3-0 للولاية الأمانة تحت طنجة البديع زويلي باباتوندي يوب الكعبي هاتريك لا باباتوندي النيجيري باباتوندي يضيف الرابع في هذه المباراة. القادم من نيجيريا اللاعب المونديالي شارك في مونديال كاس العالم عام 2014 مع نيجيريا وهو اليوم يوقع الهدف الرابع. تصبح النتيجة 4-0 للوداد أمام اتحاد طنجة. 4-0 للوداد. اليوم الوداد يضرب بقوة ويتمكن من تشير رباعية أمام اتحاد طنجة. هجمة مضادة ودادية هذه المرة ودادية ميشيل باباتوندي واحد اثنين ميشيل الواحد ميشيل مشى ميشيل هرب ميشيل الواحد ميشيل باباتوندي مازال تقوي داري بدر قدرين نسبة فعالية عالية اليوم للوداد. مشات كرة ما كاينش تسلل البحث عن الخامس باباتوندي والحكم يتدخل في الكرة الماضية الوداد يضيق. تتحول الكرة للاتحاد من الجهة اليسرى ايوب القعداوي مشى القعداوي هذه كرة هدف الاول للاتحاد الهدف الاول للاتحاد لكن الحكم يوقف. الشرف وصل كورتو لمرابط ورياغلي يبحث عن التوغل مرابط ورياغلي للحارس احمد رضا. فرصة أخيرة للوداد وصافرة الحكم تنهي المباراة. هنيئا للوداد هارضك لاتحاد طنجة شكر قاس يكون زملائي فرضا زميلي سويتان وخالد الجديد وكل زملائي يحييكم. هذا سفيان الرشيد يضرب لكم موعدا في موعد كروية مقبلة.